السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول مراجعة على الوحدة التاسعة. هنحل إن شاء الله في الفيديو ده جميع الأسئلة الاختياري اللي موجودة في الوحدة التاسعة من كتاب جيم الأضواء. هنسمي الله كده ونشوف أول مجموعة أسئلة معانا هي صفحة كام. أول صفحة معانا هي صفحة 200 و206. أول مجموعة أسئلة اختياري معانا بيقول هدى is a female pilot. Number two, how many female كم عدد السيدات pilots الطيارين work بيعملوا for your airline بيعملوا في خطوط الطيران. Sure, go ahead بالتأكيد go ahead. We would like to interview captain عايزين نعمل لقاء مع الكابتن مروة. How many كم عدد الفيميل بايلوتس اللي هم النساء الطيارين. عندي كمان كوبايلوت، كوبايلوت هيلبس ذا بايلوت المساعد الطيار بيساعد الطيار. نمبر 7 do you like being انت بتحب تكون بايلوت. طبعا قلنا لايك بيجي بعد الفعل في اي ان جي عشان كده اخترنا being. My teacher asked me المدرس بتاعي سألني a few questions العديد من او القليل من الاسئله، ولكن هنا القليل جت a few لان عدد الاسئله بقدر اعد كام سؤال. طيب تعالوا كمان نشوف معانا صفحه ايه كمان، نقلب نشوف معانا صفحه 213. صفحه 213 عندنا برضو اسئله اختياري. هيبقى اول سؤال كايرو از كابيتال هي العاصمه اوف ايجيبت لمصر. عندي بعد كده روم از ان ايطالي تكون في ايطاليا. لندن از كابيتال اوف انجلاند هي العاصمه بتاعت انجلاند انجلترا. عندي هونولولو از ان ذا يو اس اي بلد اسمها كده هي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. اي كانت ليفت ات باي ماي سيلف مش قادر ارفعه بنفسي. ات از سو هيفي هو تقيل جدا. قلنا ماي سيلف عشان انا عندي هنا الفاعل اي. طيب بنشوف بقيه الاسئله مع بعض، نقلب الصفحه. بقيه الاسئله بيقولي طوكيو is the capital of Japan هي عاصمة اليابان. عندي 7 بيقول لي let me help you دعني أساعدك. قلنا let me بيجي بعدها الفعل في المصدر عشان كده اخترنا help. قلنا الفعل في المصدر في فيديو في القناة معمول يعني ايه فعل في المصدر، وباختصار يعني فعل ما فيهوش اس ولا اي دي ولا اي ان جي. طيب هنا 8 do you ever fly at night اصلك طيارة الطيارة بالليل. طيب بنشوف مع بعض برضو صفحة 217 بيقول لي هنا حوار ما بين A و B. When did you go to Cairo امتى رحت القاهرة. طبعا in March عشان كده قلنا when انه بيقول لي على امتى. طيب how long كم طول did you stay in Italy كم المدة اللي انت قعدتها في ايطاليا. بعد كده number 3 who was there خدوا بالكم من there دي. طيب بنكمل برضو بنقلب الصفحة وبنكمل مع بعض بقية الأسئلة. بيقول لي هنا رامي went to Paris in August. in August شهر بيجي قبليها in شهر والسنين قبليهم in. طيب when did he go امتى هو ذهب. ليه اخترنا did لان عندي في الإجابة بتاعت بي بيقول لي he went الماضي من go فلازم يبقى هنا did عشان did بيجي بعدها الفعل في المصدر، ولكن لما باجي اجاوب بقوم قايلة الفعل نفسه اللي جالي في المصدر بحوله لزمن الماضي واقول did شكرا ان عرفتيني زمن الجملة ايه. طيب نمبر 6 بيقول لي there are 12 months في 12 شهر in the year في السنة. he was there هو كان هناك for 3 days لثلاث ايام لمدة 3 ايام. he went to Rome ذهب لروم on Tuesday قلنا الشهور والسنين بيجي قبلهم in لكن الايام بتاعت الاسبوع بتيجي قبلها on. طيب بنكمل برضو نشوف ايه الصفحة التانية اللي عليها الدور وارده من الاسئلة الاختياري. صفحة 222 من كتاب الاضواء جيم بيقول لي هنا how long was he in Cairo مدة قد ايه اللي قعدها في كايرو في القاهرة. نمبر 2 she went to Hong Kong راحت لهونج كونج in April في شهر ابريل. when did she go May, June and August are months دي بتعتبر شهور مايو وجين وأوغست كلها شهور. I went to London in April. went اللي هي الماضي من go بالإي خدوا بالكم went بالإي الماضي من go من ذهب يبقى معناها ذهب. كايرو is the capital of القاهرة هي عاصمة Egypt مصر. what's the last month of the year آخر شهر في السنة. it is December. we were there for كنا هناك لمدة 5 أيام 5 days. طيب برضو بنقلب ونشوف بقية الأسئلة اللي معانا الاختياري في الكتاب. هنجيب صفحة 230
بيقول لي هنا visit the statue of liberty in America، زور تمثال الحرية اللي موجود في أمريكا. For information للمعلومات اتصل بالرقم ده. We can help، احنا نستطيع نساعد. قلنا كان بيجي بعدها الفعل في المصدر ما فيهوش اضافات. Over 30 مليون people visit، اكتر من 30 من الناس 30 مليون من الناس بيزوروا نيويورك سيتي every year، كل سنة. How many، كم عدد museums، المتاحف اقدر اعدها، يبقى اخد many، يبقى how many museums. There are، بيوجد. There are، عندي بعد كده. نيويورك سيتي is a big apple، يبقى المدينة اللي اسمها big apple، التفاحة الكبيرة هي نيويورك سيتي. get a ticket، احصل على التذاكر for a show، للعرض at Broadway theater، لمسرح Broadway. طيب نكمل برضو مع بعض ونشوف الأسئلة الاختياري اللي معانا في الكتاب علشان نبدأ نحلها. عندي أسئلة اللي على تيست 1 اليونت 9، الامتحان الأول من يونت 9، صفحة 241. أسئلة الاختيار بيقول لي every day، كل يوم you can see، تقدر تشوف a show، عرض at Broadway theater. It is open، هو بيفتح daily. ليه اخترنا daily؟ يعني يوميا، عشان every day، كل يوم. How did they go، ازاي هم بيذهبوا؟ قلنا did بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى go. I was there for، انا كنت هناك لمدة 8 ايام. بعد كده عندي did you go to شرم الشيخ، انت رحت لشرم الشيخ in August، في شهر اغسطس. do you ever fly overseas، do you ever، اصلك طيرت طيارة عبر البحار. بعد كده عندي don't forget to، ما تنساش to forget to shop at Macy's. عندي بعد كده ما تنساش تسوق من ماسيز. عندي the pilot flies planes، الطيار بيطير الطائرة أو الطائرات. عندي I think one third told of the pilots are female، تلت الطيارين بيكونوا من السيدة. طيب بنجيب مع بعض صفحة 244، وده آخر سؤال اختياري موجود معانا في الجزئية دي، وده عبارة عن امتحان على units 8 and 9، امتحان على الوحدتين 8 8 والتسعة مع بعض من كتاب جيم الأضواء. بيقول لي هنا نيويورك سيتي is one of the most exciting، هي أكتر من أكتر المدن إثارة، places أو أكتر أماكن إثارة in the world، في العالم. when I was little، لما كنت صغير I could spell، كنت أقدر أتهجى a word، كلمة. طيب عندي could we ask you a few questions، قلنا إن questions أسئلة بقدر أعدها، عشان كده أخدنا few. she could، هي كانت بتستطيع. flew a bubble، ودي قلنا كلمة بتتحفظ على بعضها. how many female pilots، كم عدد الطيارين النساء. work for your airline، اللي خطوط الطيران بتاعتكم. when you moved away، لما مشيت بعيدا بعيدا. we were very sad، كنا زعلانين جدا. how often، كم عدد المرات. does she wear a wig، اللي بترتدي فيها الباروكة. ليلى wants to go on a boat، كانت عايزة تروح في a boat tour، رحلة بالقارب. خلصنا مع بعض المراجعة على الوحدة التاسعة، الأسئلة الاختياري كلها اللي من كتاب جيم الأضواء، وكمان ختمناها بامتحان من كتاب الأضواء جيم على الوحدتين التامنة والتاسعة في الأسئلة الاختياري. دمتم في أمان الله.